إشي بشهي عالخفيف وأحلى عالم نستضيف لندردش سوا وندوق أكل مرتب حتى نروح. اهلا وسهلا ايدين، اهلا فيكم، شكرا انك اجيتي عندنا حبيبتي، شكرا لك العافيه، نورتينا عن جد، شكرا لكم، نور وجودكم، الله يسعدك، شكرا للاستضافه. العفو. عم بحاول، كنت قبل ما تيجوا احاول اعرف اما اغش لك. كنت بدي ابعت صراحه للمتابعين يغششوني عشان بدك تشوفي يعني في يعني هيك شيء هنت صغير ممكن يساعدك. هاي مخبيه ما شفتها. اوكي هذا بس ايش اللي عليه؟ بابريكا، بابريكا مدخنه، بابريكا وجبنه، تشيدر وبطاطا وموتزاريلا وحليب وزيت وبقدونس. هذا ايش؟ هذا زيت برضه، زيت كمان. اوكي، وبيض ولبن وملح وبودره الثوم وخل. شوفي انا شاطره بالطبخ، بحب المطبخ. حلو، بس ما ببتك لاني مش شيف. لا لا ما بتعدى على شيء، بدي اجيب المكرمه. بس عارفه شيء مكسيكان مثلا؟ لا لا، تركي. تركي، خلينا نحكي انه شيء تركي. شيء تركي، انا بعرف كباب. لا شكلك جوعانه يا ايدين. بعرف الكباب. طبيخ، ممكن ما يكون طبيخ، ممكن يكون سناك. هو سناك شكله، لانه في عجينه. في عيني، في عجينه. بدك تحاولي تحزري شيء سناك فيه هاي العجينه. سناك فيه عجينة. عجينة معروف يعني. معروف الكل بيعمله. هم بيعملوا بورك. بورك بس بطريقة جديدة. بس بطريقة جديدة. بورك جبنة. أنا طبعا بموت عليهم، قد ما بحضر مسلسلات تركية بشوف قديش دايما بيعملوا بورك. بس أروح على تركيا دوروني البورك. فاليوم بدك تعملي لنا بورك بس with a twist. بالزبط. يعني كذا حشوة غدا؟ لا، حشوة واحدة. والله واحدة؟ رح تحطيهم كلهم مع بعض. بالزبط. صار الوقت لتاخذ بريك دافي مع شاليهات رويال. الميزات المتوفرة بالشاليهات بمختلف أحجامها، مسبح بمياه معدنية علاجية. الشاليهات عددها 4 متلاصقة، بتتكون من غرفتين نوم أو 3 غرف نوم، جلسات داخلية وخارجية، وأماكن مخصصة للترفيه مثل التنس وغيرها. مطبخ مجهز بالكامل، منطقة خاصة ومجهزة للشواء، إطلالة ممتعة على البحر الميت. للمزيد من المعلومات والحجز يرجى التواصل على 079-1001-675. اوكي، لفتيها رول. هيك والله ما تخيلت هيك بدك تعملي. تخيلت رح تفرديها وتحشيها. طريقة تقليدية. ما بقولك هذا الفرق بين الشيف طبعا. الاشخاص بحبوا يطبخوا يعني. بس حبيبتي الله يسعدك. هلا هذا المطبخ يا شيف غادة، صح؟ شكرا شكرا، كله من ذوقك. بتحب الطبخ؟ بتحب الاشياء. طبعا بحب هيك. يعني المطبخ هو انا بالنسبه لي لعبتي. هو لا مش لعبتي، هو المكان اللي بحب اضلني فيه معظم الوقت. يلا والله عيلتك. المطبخ مريح. مريح، عرفتي؟ ما يعني مش اي واحد عشان يبين. هذا اي قضي. انا بس عملنا بيتنا هيك، قلت انه بدي المطبخ كبير عشان ترتاحي فيه يعني. هاي صارت فوتوتشيني. عن جد فوتوتشيني. هي شكلها اكله تركيه مع تويست ايطالي، مع انه شيف هذا في كندا. انه هي بين ايطاليا وبين عمان. هيك بفتحها زي ما شفتوا. تفرقيهم عن بعض. هاي هي نفس عجينه الفينو، نفس عجينه البورك. هي يعني حبيتها، شفتها صراحه عن قريب هاي الفكره وعجبتني، قلت ليش ما ادوقكم اياها واعمل لكم اياها. يا عيني. لا صراحه اول شيء فكرتها مكسيكي، شيء مكسيكي، بس لما شف غاده غششتني انها تركي قدرت اعرف انه بتعرف الاتراك مشهورين بالبرك. برك الجبنه، بس كانت عملتها مع تويست وطلعت عن جد بتشهي. طيب هلا هون بدي اعمل اللي هي التشريب، صوص التشريب للعجينه. حطيت حليب ولبن. أوكي. وبودره الثوم. في مقادير معينه؟ يعني بس انا بحب على البركه. خلص ما هو مع كثره الطبخ يعني. بس في الاشخاص اللي لسه بحبوا. صح. وبحط شوي معلقه خل وشويه ملح مع البيضه
والزيت. هذا الزيت وهذا هاي سمنة ولا سمنة؟ سمنة عشان اللون. ايوه بيني وبينك الاكل الدسم صراحه زاكي. زاكي ليش الحكي؟ زاكي. مرات بحكي مثلا بكون بعمل مقلوبه انه بقلي الباذنجان انه اشوي الباذنجان يعني المقلوبة زبطتها تشوي تقيل الباذنجان. اكيد في اكلات اذا بتسمعني بتموتني اختي دايتشن. هلا بتقول لي اشوي وانا بقلي. هلا بحط نص الكمية على الطبقة الأولى. أوكي. وبحركها. بقدر أطبقها. طيب وبعديها نقلتي من السفرة لل بعدين نقلت من السفرة. سوري آسف فكرت بدك تعملي هاي بعد إذنك. هلا عشان على السريع هلا بحط طبقة اللحمة. أوكي. طبعا اللحمة قلبتها مع بصلة وحطيت عليها البهارات المشكلة، ملح، فلفل أسود، بابريكا، وبابريكا مدخنة أو بابريكا عادية ما في أي مشكلة المتوفر. أوكي. عندك وحطيت رشة هيل ورشة قرفة بس. هلأ هيك وبحط بعدين البطاطا. هي زي حشوة. أيوه. من تحت بالضبط شكلها بتشخي. طبعا هاي يعني ما بتاخد ولا إشي، يعني هي بس الشغل فيها تبعها تقلاية اللحمة. هو الطبخ كله شيف غادة بحس ما بياخد وقت صراحة. بس هو التحضير وبعد والبعد كمان بعد ما نخلص هاي يعني. لا صح كلامي. هلا بحط الطبقة الثانية. ممكن مثلا بحط بدل البطاطا شيء ثاني، اي شيء، اي خضار، بازيلا، جزر، بازيلا اللي انت بتحبيه بتقدري تحطيه. يعني هي كوصفة جبنة كمان بالنص، جبنة فوق ممكن. بالنص بالنص بالنص. البرك بنقدر نستعملها بدل السمبوسه، يعني بنحشيها جبنه، بنحشيها لحمه، شو ما بدك يعني. حتى حشوات هنديه مع بطاطا مع البازيلا عليها شويه كاري صارت حشوه هنديه، بتقدر تساويها. يعني هي عالم، انت شو بتحب تحط بتقدر تساوي. من محبي الجبنه. من محبي الجبنه. هلا بنحط النص الثاني صوص التشريب عشان تشتش. لفت نظري انه حليب ولبن مش حليب وكريمه. لا لا اخاف طبعا عشان اختك ما تزعل. ما تزعل منا. وبس هلا ما عليها عندي انا هيك بس للنكهه، نكهه السمنه هيك بتعطيها بعد نكهة غير شكل. دسم زاكي زاكي بالأكل. أيوة حبيبتي دسم اللي بسمعك. اللي بيشوفك بس إنه لازم هدي عنك يعني في شوية دسم في النص. إحنا ما صدقنا رضينا رزان هلا رجعنا رجعنا مش مشكلة. اللي ما بده ما يحطها خلص اعتبريها هي رزان ما انحطت. هون حطيتي هيك بس إشي خفيف يعني كمان من العجينة. لا والله مش شايف تنسيق. مش شايف. عندما هلا بس بحطها بالفرن. اوكي. يعني ثلث ساعة نص ساعة على درجة حرارة سريعة. ما بدها شيء. هاي حلوة هلا برمضان كنوع من المقبلات زي الفتة، كيف الفتة بتحط على سفرة الإفطار. حلوة هاي الوصفة. وبس تطلع بس يعني تتحمر الوجه بحط الجبنة وبحمر الجبنة لحد ما تذوب. مش من الأول. لا مو من الأول لأنه هيك ما بتستوي. ما بتستوي العجينة. لازم بس انا الجبنه على الفرن بعدين نحط الجبنه قبل ما تسيح بنزين بالبقدونس وميكس تشيز اثنين اللي بدك شدر وهيك خلصت وصفتنا. يسلم ايديك يعطيك الصحه. بس لا شطوره. لا شطوره هلا الشطاره بالوصفه الثانيه. بركه الجبنه شطاره بالاكل. بالاكل اي طبعا. لا والله شطاره. هلا خلينا نشوف الوصفه الثانيه. يلا جاهزين. يلا صار الوقت لتاخذ بريك دافي مع شاليهات رويال. الميزات المتوفرة بالشاليهات بمختلف أحجامها، مسبح بمياه معدنية علاجية. الشاليهات عددها 4 متلاصقة، بتتكون من غرفتين نوم أو 3 غرف نوم، جلسات داخلية وخارجية، وأماكن مخصصة للترفيه مثل التنس وغيرها. مطبخ مجهز بالكامل، منطقة خاصة ومجهزة للشواء، إطلالة ممتعة على البحر الميت. للمزيد من المعلومات والحجز يرجى التواصل على 079-1001-675.
بعدين ما بدك اسهل من هيك وصفه. لا خلص واضح الامور. اه كنت خايفه كنت خايفه متلبكه. لا بيني انها سلطه أوكي. واكيد سلطه جرجير خس وفيها طبعا هدول المكونات هذه الفواكه. وين بس سميتيها اسم؟ سلطه الفواكه. سلطه الفواكه هي هلا عم بعملوا سلطه يعني سلطه السلطه كثير عم بدخل فيها فواكه. وهي فعلا هي كثير زاكيه بتعطي طعم مفيد لانه في مثلا كثير اطفال او ناس ما بياكلوا فواكه بيحبوا ياكلوها من ضمن السلطه. انا بحبها صراحه شخصيا. بس هلا نشوف ابداعات الدريسنج. هلا بدي اسوي الدريسنج فيها دبس الرمان والماسترد وزيت زيتون. فكرته بس خل هذا. وهي الخل فكرتيني في مش مين مين وداهنا ما بعرف طيب بحاولوا يدوروا يخربشوا يمكن حدا رتب لنا السفره اوكي هلا خلص ولا انا بمزح معك هلا رح احط كل شيء هون هي بس خليها لو سمحتي رح احط كل مكونات الدريسنج واحركها وانتم دردشوا مع بعض خلص يا حبيبه قلبي هاي الخل ودبس الرمان ممكن نحط السمك اه بنقدر نحط حسيت حسيتك بتحبي والماسترد بس يعطيكم العافيه والله تعبتوا برمضان وتصوير كل الحلقات بياخذ وقت خاصه وصايير بس هانت الحمد لله هلا بالعيد شو راح تعملوا بالعيد بالعيد بالنسبه لي انا نازله صراحه انا وعيلتي وخواتي وزيجانا كلنا مع بعض بشاليهات بالبحر الميت اسمها رويال شاليهات صراحه ما احلى جديد فاتحين وعاملين شاليهات شيء كثير حلو جداد يعني جداد والتصميم كثير حلو واللي بيميزه انه الاربع شاليهات جنب بعض يعني كل وحده بتاخذ استقلالها استقلاليتها مع زوجها تنزلوا وبعدين ايوه بالضبط وبعدين سي فيو كثير حلو كثير يعني قدامك الديتسي كله ايوه طيب في لهم صفحه على الانستغرام نقدر نشوفها اكيد اكيد طب وبدنا الفيدباك بس ترجعوا طبعا بعطيكم والحلو كمان انه منوع في شيء ثلاث غرف نوم في شيء غرفتين نوم حسب العيلة حسب عدد العيلة يس كثير حلو يس طب والله بنحب احنا لانه خاصه هلا هذا الوقت احلى شيء واسعارهم كثير حلوه اديل لانه هلا عاملين عروض عشان هم فاتحين جديد وعشان العيد حلو دائما الواحد يجرب الاشي دائما هو جديد وهو جديد لسه ما اندعك ايوه ما اندعك احنا معاكم شكرا سهلة كثير بس حبيت انه شيف غادة حطت فيها اكثر من نوع فواكه وحلو انه احنا ندخل الفواكه بالسلطه لانه في اشخاص كثير ما بياكلوا الفواكه فحلو انها تدخل بالسلطه كنوع من السلطه يعني وطلعت كثير طيبه بنحط الجرجير والخس نخلطهم مع بعض الفواكه بتزينيها على الوجه على الوجه يعني ممكن بحط نصها نص الكمية هيك حتى تختلط مع السلطة والباقي بحطه مانجا وستروبري وكيوي ورمان انا كثير بحبه بالسلطة مش معقولة هاي السلطة بيعطي هيك تيست لذيذ والكرامبري والكرامبري على الوجه هلا بدنا نحطهم هيك لونها بجنن بجنن اللي ما بحب السلطه راح يحبها هلا بدك تعطيهم بعض التتبيله بس الدريسنج ما بتخلطي بس بتشربي بس وقت الفطور بس ايوه لانها ما بحبها انه تدبل هلا لا لا عشان ناكله فريش بالضبط يعني هلا حتى في ناس اصلا صاروا يحطوا الدريسنج جنب السلطه وكل واحد بحط على صحنه صح عشان اذا ضلت مثلا لثاني يوم حرام لانه السلطه بتدبل فبتقدر ست البيت ترجع مثلا ياكلوها ثاني يوم صح شغلات والله الطبخ مع الصيام صعب صعب يعني الروايح بتجوعك واللي حوالي اندبحوا من الريحة وأنا مش عارفة أدوق الطبخة أشوف كيف ملوحتها شو رأيكم؟ يا عيني على هالألوان عن جد الألوان إيش الإبداعات هاي خلصنا هيك عن جد شيف غادة حلوة كتير روعة 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 شفتي قلت سالتك على الصحن ونسيت احط فيه ايه صح يلا هذا حلو كمان خلص يلا نصور معاه الحلو هلا بنحطه هلا بنخلي الدريسنج لحاله وقت الفطور بنحطه بنحطه هيك جنب على جنب مع الكرامبري يس طب خلينا نشوف اللي بالفرن يلا هلا بس نحمرها حبيت كثير وصفه البرك الجبنه
اللي انا دائما بنسمع عنها وبحسها صعبه. شيف غادة عملتها بطريقه سهله وعملتها بتويست، يعني ما يعني مش الاشي التقليدي، الطعم مش كان تقليدي والوصفه كانت سهله وخفيفه كثير. ايديل انا راح اجيب الاكله. يلا انا ضايل علي وانت شرب فنانه ايديل ما شاء الله عنك عن جد كثير حلو. صحن الشرب اساسيين دائما نجيبك احنا على الفطور. انا جاهزه عن جد اذا بس ترتيب سفره يعني انا بعرف. يا سلام يا سلام. ايش هاي الاكل؟ سلام عليك. الروائح اللي بتشهي والالوان مهم ما ننسى معالق السكر. كل شيء حلو يكون جاهز على سفره رمضان عشان كمان ست البيت بعد هالتعب ترتاح مع اهل البيت او مع ضيوفها، انه خلص ما تقوم هي تستمتع كمان. حطينا هون شوفوا يعني انتم التنتين ابدع. حطينا هون تمر كمان، التمر حلو انه يكون دائما موجود على سفره رمضان. يعني كل شيء يكون جاهز، الميه وتاتش صغيره هيك زينه يعني بسيطه اخذتها من على الرف. والله انك بسيطه بس بتعمل فرق كثير كبير. بس بتعمل فرق يعني. شوفي لما ترتبي كل شيء هذا جزء من الزينه، يعني السيت اب الصحون مع النابكن مع المعالق مع كله بيكمل بعضه. كله بيكمل بعضه بيكون جزء من السيت اب. ابدعتي معنا واكيد الاكل اللي بشهي ما بقول لك ابداع وابداع. وانا بايش بدي ابدع؟ انت اكل انا رح اكل عن جد. يسلم ايديكم انتم الثنتين يا شكرا. اكيد هلا ولا يهمك واهلا وسهلا مره ثانيه. نورتينا ان شاء الله. منورين دائما لكم، منورين يعني دائما برنامج عن جد على الخفيف. دمه خفيف والاكلات هيك بتحضر على الخفيف فموفقين. وانت خفيفه اهلا وسهلا والله بحلقتنا. الله يسعدك. اهلا وسهلا كثير. اهلا يعطيك العافيه. كثير انبسطت بالبرنامج عن جد. صار الوقت لتاخذ بريك دافي مع شاليهات رويال. الميزات المتوفرة بالشاليهات بمختلف أحجامها، مسبح بمياه معدنية علاجية. الشاليهات عددها 4 متلاصقة، بتتكون من غرفتين نوم أو 3 غرف نوم، جلسات داخلية وخارجية، وأماكن مخصصة للترفيه مثل التنس وغيرها. مطبخ مجهز بالكامل، منطقة خاصة ومجهزة للشواء، إطلالة ممتعة على البحر الميت. للمزيد من المعلومات والحجز يرجى التواصل على 079-1001-675.